صباح الخير عليكم بنات، صباح النور، صباح الياسمين، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانين، اموركم مزيانه؟ المهم هاي جديد وفيديو جديد معكم ان شاء الله. صباح خارجه، باغا نمشي للسوق البنات كيف ما كتشوفوا. نمشي انا وزكريا، نمشي نتغدى شحال من حاجه البنات، وانتوما معايا في السوق ان شاء الله. كيعجبني هذا السوق، نوض لي اختي بكري والله الا كنوض لي بكري. المهم انتوما معايا الفزيلات يرجع لي الحامض. اختي اختي ما عري اختي تكشي انا عجبتني هذه. زكريا شد هذه في يدك بحقها. دي زوينة. سولي هذيك الثمن ديالها. بوي ميزو كيلو دي بيستاكيو. كل سالة. بوي ميزو كيلو دي بستو كوا. Allora mi fai 3 euro? 7 euro. Allora, no, no, quelli che prendo sempre, questi qui. Prendi questo. E quanti costa questo? Quella va a 6 euro. Al chilo? Sì. Poi quando ne faccio? E mi fai mezzo chilo? Metto? Mezzo chilo. Zaccaria, mezzo chilo in giro? Metto? Mi fai un chilo, da. Un chilo. E ma che tesoro me ne hai di dire? Tesoro il chilo, da. E mi fai mezzo chilo di questo, va. Posso prendere una? Sì. Bellia. الشريحه ناخذ من هذه. هذه ولا بان 10 كوست 8 8 euro sono gli ultimi di quelli. Di quelli non ne ho più, quell'altro che vedi. Menine da 10 euro sgay. Poi vuoi quelle? Fai un chilo di questo. E fai belle misure. Fai belle misure. E ma vado a misurare mezzo chilo. Sì. Okay. Io mi sono già abituata. Bravo. A prendere sempre. A prendere sempre già. Fai nel frattempo 2 euro di questo. Vorrei un coltello, c'ha? هذا هو اللي تاخذي سيرك مع هذيك الدوله. نو نو ما خديتش انا، خديت الاخر. خديت الاخر زكريا. جنرال بونجور. عنده السلعه زوينه هذا. عنده السلعه زوينه جديده كياخذوا من عنده الناس بزاف.
بونجور ليتو كيف انا تركا كوزي ورجعت معاكم الغزالات. بغيت نوريكم اختي هاد المالية هادي. عرفتوا البنات راه كتلقاي بعض المرات شي ميزات شي حاجه طوب اختي. عرفتوا حقول طالياني عرفتوا كيبحثوا يبحثوا في هذاك السوق. عرفتوا داك الشيء زوين صراحه كيعجبني هاد السوق هذا. انا كنوض لي بكري سمعك نايضه بكري. خليها الوالد قال لي هادي نايضه بكري نايضه بكري خارجه بكري يعني خارجه بكري 8 ولكن انا راه كنوض راه والله البنات ما خرجت. تجمعت بيتي وبيت البنات وفطرت حكيمه وصلت ليها ودرت ليها وشطبت السطح لتبكري ولكن ما تجينيش فطر وجيت لبال الفطور فطر وانا يا ما فطرت ما والو صافي وخرجت. شنو نقول لكم البنات انا ما تجينيش انا 8 راه عندي خارجه بكري 8 راه خارجه بكري ولكن هاد السوق كيبغي اختي السيديه تاكل فيا اختي لا كون باغا نشد الفلوس الله قالك لا يسرقك كتشد لا يسرقك ولا يمليا كتعطينا لا يسرقك اختك غنشد الفلوس. المهم البنات غنتقاسم معكم هاد الماليه ديال اللي خديتها. ها نتوما البنات راه كتلقاو شي حوايج جايبينهم جدادين كيديروا فيهم بحقه كيبقى لهم نوتيمي بيتي كيجيبوهم لهاد السوق كيبيعوهم بثمن زوين اونايرو بيتسو دويرو بيتسو طريرو بيتسو بعض المرات دوي بيتسي 5 يورو راه كتلقاي شي بياسات لي واو راه كيجيبوهم من المحلات وكيطيروا بمحكو الطاليان كتصيبيهم البنات الطاليان لاباس عليهم وكتصيبيهم جايين لهاد السوق لانهم كيكونوا هميزات زوينين. بحال دابا غنوريكم هاد الماليه هادي بالتيكيت ديالها هادي علاش قلت نقيسها ونوريها لكم. شوفوا البنات راه ما عطيهاش التليفون حقها والله ما عطيها حقها كتبان كتبري شوف فنه يا البنات وانا يا ربي لقيتها اختي. راه قلت لكم واحد المره كتلقاي غير نولتيمي باتي كاينين ماليات اخرين ولكن معجبون بشكشكيل ما عزيزش عليا داك التشكشيك. شوفوا البنات وانا يورو يعني بعض المرات بكري هذا السوق هذا لانه كيف قلت لكم كيكونوا هميزات حيت ما كيكونش ديما مره في الشهر. ايوا ها نتوما البنات خديت حتى هذه يا اختي بنتي باغا دير الزيف. قالت لي ماما كيعجبني كيف كديري الزيف وباغا ندير الزيف. قلت لها بلاتي شويه وديري الزيف. قالت لي ماما باغا ندير الزيف كيعجبوني الشيلانك وباغا ندير الزيف. يا اختي شوف شو البنات راه كان الشيء غير الوالدين كيبقاو قالوا للوليدات شافني كيفاش كنبقى الزيف وهذا. قالت لي ماما تا انا عجبني يا ماما صافي غندير الزيف. اجي هنا اجي هنا صافي اجي هانتوما خديت هادي البنات هادي خديتها فنه. شوفوا شحال زوين هاد اللويان هذا ما عنديش فيه البورصه. هاد اللويان راه ما راه التليفون قلت لكم التليفون راه ما كيعطيش اللون حقها. صافي وخديت هاد البزيطيم هذا اختي جمع ليا هذا عندي واحد البزيطيم كيبقى يدور ما كان الوراق كيبقاو بحدهم وبعد مرات كنصيب راسي خارجه هز غير بسطامي وراقي ما هزهمش. بغيت شي بسطام اللي يجمع ليا وراقي والبيرمي ديالي وفي نفس الوقت ديري فيه الفلوس. ايوا هانتوما البنات هذا فاز زوين بربعه ورو خليه ليا واحد طالياني واحد من افريقيا كيعرف زكريا خليها ليا مسكين غير بربعه ورو. هزلت هذا فاش زوين صغير بحال كتهزيت هنا ديري فيه الصف وهنا ماشي هنا ديري فيه الوريقات. دابا غتصوبوا لي صابري ندير ليا فيه الكارطة دينديتا ديالي والكوديتشي في سكالا وهنا ديري فيه. شوف شحال زوين صغير في نص الوقت يهز لك الشيبر والبيك. صافي وغندوز نشارك معكم التقديه. خديت البنات هذا اللوز كركاع خديت هادشي اللي كنتقدم من عند السيد راكم شفتو اللي عنده داكشي جديد كيجي كيف قلت لكم الشرشه كنتقدم من عنده فواكه جافه. ونزيد نتقاسم معكم الكود ديال البنات هانتوما معايا هنا البنات غندوز نتقاسم معكم كل حاجه ردها لبلاصتها ونتقاسم معكم. كتقول لي ديما شاركي معنا زهره الاثمنه باش نعرفوا واش كاينين اخواتي في الشمال كيبغوا بحال كيعرفوا. البنات خديت هذا كيلو ديال التمر دائما كناخذو من عنده الصراحه زوينه البنات ما كي هانتوما شوفوا هذا التمر زوين وعرفتي ما كتلقايش وحده هي الاخرى خاسره. زوين بزاف هاد التمر حسن من الاخر. الاخر ما كيعجبنيش
ناشف ما زوينش بحق هذا كياكل منه حتى تاكل منه حتى حاجه اللي ما كيعجبها. خديت منه كيلو البنات ب 10 اورو، هذا داير لي 10 اورو. خديت هنا كيلو ديال اللوز، هاد البنات هاد اللوز هذا مقلي، جا مقلي مقلي واحد شويه عرفتو، هذا ما تقنعوش منه احسن من الاخر بألف درجه. هذا ديال الماكله البنات كيبان لكم شويه مقلي، هذا البنات واعر ما كتقنعيش منه وكتاكليه، ماشي بحال الاخر شويه كيجيك ناشف وهذا. هذا زوين، هذا خدينا كيلو ب 10 اورو. خديت هذا البنات، هذا تا هو زوين كيعجبني، ريزو صوفياتو، خديت منه 3 اورو، هذه 3 اورو البنات. خدينا هنا الزيتون، هذه جوج اورو ديال الزيتون. هنا خديت 5 اورو ديال البيستاج مالح، هذه 3 اورو خديت ليكم. وهنا خدينا الشريحه، ها انتما البنات الشريحه تبارك الله، هذه 10 اورو الكيلو البنات، هذه صبري شوفي حطيتها، هذه 10 اورو الكيلو ولكن راه شريحه هي، شوفوا الشريحه كي دايره انا مزيناتها. 10 اورو خدينا نص كيلو ب 5 اورو. وخديت هنا البنات ديك طرالي الركيك، خديت هادي جوج اورو ديال طرالي. وخديت لهم هنايا البنات هنا جوج اورو ديال هذاك الكاوكاو المعسل، الكاوكاو المعسل كيف ما كتشوفوا جوج اورو في الكيل. صافي هادشي كيدي ليا البنات، راه باقي عندي شويه اللوز باقي عندي، انا كنحرص على بناتي ياكلوا ليا هادشي البنات لانه زوين يطلعوا وليداتك صحاح. هذا ما دياليش، هادي راه واحد اخرى كاوكاو بيستاج واللوز ثاني، هاد اللوز نفس هاد اللوز هذا، هي غير اخرى هادشي اللي ديال هذا. لا البنات غندوز نشارك معكم البغرير، ها نتوما البنات اللي ما كيصدقش ليها البغرير، طريقه ساهله بالزربه توجديه كيجي البنات واقف وزوين. شوفوا البنات كيجي زوين، ما كيجيش متلصق ولا لا، ما كيجيش نهائيا البنات يتلصق ولا، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي زوين البنات. شوفوا البغرير كيفاش، شوفوا كيجي كيشهده، شوفوا كيفاش محن، واخا التليفون راه ما حيت ما كنصور غير بالتليفون ما كيعطيش الحاجه حقها، ولكن راه كيجي بغرير زوين البنات. شوفوا كيفاش كيجي كيشهده. المهم نخليكم مع مقادير والطريقه. انا البنات غندوز نشارك معكم الكوتي، غندوز ندير لهم البنات غير شويه البغرير بالزربه، ما فيه لا تمر لا والو، بالزربه كيوجد. البنات غنشارك معكم هذا، جربوه اي اخت ما كيصدقش ليها البغرير، نوضي وجديه معايا وشوفي اختي واش غيصدق لك ولا ما غيصدقش. ساهل البنات، هنا عندي زلافه ديال القمح، هنا عندي زلافه ديال السميده الرقيقه، راه كاينه في ايمدي وكاينه في ايروسبير وكاينه في ليدل البنات، السميده الرقيقه درت منها حتى هي زلافه ما عامراش كيف ما كتشوف كندير بحال في سوبيرا. وعندي هنا 4 المعالق البنات ديال الفورس، 4 المعالق ديال الفورس. وعندي هنا واحد الساشي البنات ديال 7 غرام ديال الخميره ديال الخبز، وعندي هنا ساشي ديال الخميره ديال الحلوه كندير منها البنات ملعقه صغيره، ها انتما ملعقه صغيره ندير غير نص ملعقه ديال هذه صافي، وشويه المليحه صافي البنات شويه المليحه، ودرت واحد الملعقه صغيره ديال هذه ما عامرش ديال السكر سنيده صافي، وكنحاول نخلط كل شيء بعد العناصر صافي، وكنديرو في الماكينه ديال العصير البنات. غندير غير هذه ديال الاخرى خلصتها ليا لاله حكيمه، غندير غير هذه ديال البلاستيك واخا ما كتعجبنيش في الخدمه ديالها، هذيك تيجيبوها في ليدل وناخذ، حيت كيجيبوها في ليدل بحال ديك الماركه
نتوما البنات صافي كنخلط هادشي كامل وغندير في الكاسونه معكم. صافي درت هنا الماء اللي غيكفاني وغندير اختي هاد وغنخلط انا كنخلص المنزل الماء شويه الماء هانتوما البنات من بعد ما طحنتو في الماكينه غير في ماكينه العصير غنخليها البنات 20 دقيقه صافي وغنرجع نطيبو 20 دقيقه. هانتوما غنغطي واحد الطبسيل هكذا. صافي البنات رجعت معاكم درت جوج مقالي اختي باش نزرب صافي بديت كنطيب البنات كيف قلت لكم البنات تسناو غير 20 دقيقه ولا الا كان الحال سخون بالزربه. انا راه ملي دابا غير الحال بارد كنخلي واحد شويه الخميره حتى تنفعل. اما في الصيف البنات راه كندوز نطيبوها ديك الساعه. شوف اختي البغرير كيفاش كيجي راه كيجي. هانتوما البنات بغيت نقول لكم حيت ما كيبانش ملي كيكون الضو يبان لكم اكثر. شو كيفاش كيجي البنات راه كيجي عيله مزوينات وساهل ماهل بعينكم غامضين. وهذا زوين كيعجبني انا اللي كتكثري فيه القمح والسميده كيجي زوين كيجي شاد في راسو زوين البنات. اي ها البغريره ديال حكيمه في الاخير هاكي حكيمه بحال حكيمه وقد حكيمه ياكي هاك. ايوا نتوما البنات من بعد ما كملت البغرير شوفوا كيفاش كيجي شوفوا كيفاش كيجي كيجي الصراحه ما نقولش لكم البنات بلاتي الجنات. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي ها نتوما الصراحه كيجي طوب. ها نتوما شفتوا ساهل وماهل وبالزربه اختي كيوجد وهكذا. وعرفتوا هذا راه كيجي زوين واقف يعني مع بالسميده فيها السميده بزاف كيجي صافي. هانتوما البنات صافي هنا غنحبس معكم الفيديو ونقول لكم تهلاو فريوسكم سوج دائما انني احبكم بالله تهلاو فريوسكم على الصلاه.